Alors, salam alaikum khaouti, j'espère que vous allez bien, j'espère que vous êtes en bonne santé, que vous êtes très prêts pour commencer cette révision. Maïkoum Amira, sur la chaîne YouTube Learn with Amira. Alors, après qu'on a fait la première partie du chapitre sur les conséquences de la méiose chez les diploïdes, tout simplement le chapitre sur les lois de Mendel, on va faire aujourd'hui la deuxième partie. Nous allons directement, bismillah. دونك المره اللي فاتت شرحت لكم عموميات على هذا لو شابيتر الكلمات اللي تحقوهم اي تو دونك اللي ما شافش لا فيديو لازم يروح يشوفها باسكو سي تري امبورطون دونك aujourd'hui on va commencer directement avec le mono hybridisme alors تفكروا معايا واش قلت لكم اول حاجه واش معناها مono hybridisme les gars C'est tout simplement des races intégrales, c'est fa wahida. Ok? Donc, je vais vous dire que 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 je vais واش معناها معناتها احنا عندنا مثلا خاوتي احنا عندنا 23 كروموزوم ياك تري بيان دونك رقم 23 يا اخي هو الكروموزوم الجنسي يا اما يكون اكس اكس يا اما يكون اكس ايغريك بون 23 كروموزوم والكروموزوم كل واحد فيهم يكون زوج يعني يكونوا زوج تسمى لو تو سي 46 ياك بصح يا اخي رقم 23 يا اما يكون اكس اكس يا اما يكون اكس ايغريك الا كان اكس اكس تسمى سي اون في الا كان اكس ايغريك تسمى سي ان غارسون دونك خاوتي كي نقول ان جين لي او سكس يعني الصفه اللي راح نقراها تكون محموله على الكروموزوم رقم 23 سي بون سي ريغلي كي نقول ان جين نو لي او سكس سافدير الصفه اللي نقراها تكون محموله على واحد من 22 كروموزوم الاخرين اللي هما كروموزومات جسميه دونك الاخرين جسميه و23 كروموزوم جنسي هذا ما كان الوغ دوك خاوتي قلت لكم مور ما هضرنا على لو جان لي او سكس اي نون لي او سكس حنا الحاله الاولى اللي راح نهتموا بها سي لي جان نون لي او سكس تما راح نهضروا على الصفات المحموله في دي جان غير جسميه يعني غير جنسيه تري بيان هنا عندنا حالتين راح نقراوهم راح نقراو دومينونس كومبليت وعندنا لا كو دومينونس دومينونس خاوتي سي تو سامبلومون السياده الكامله دونك السياده الكامله هنا الكو دومينونس معناها راح يكونوا عندنا صفتين سائدتين واش معناها كي نقول لكم دومينونس كومبليت خاوتي راح تلقاو زوج نسب شفاو عليهم النسب هما الصح راح تلقاو 75% و 25% شوفوا غير تشوفوا في التمرين 75% 25% سي بون دومينونس كومبليت كاين صفه راهي 75% خارجه في الاطفال و 25% الصفه الثانيه دونك الصفه اللي راهي 75% il s'agit de la dominance complète معناتها السياده الكامله معناها هي اللي راهي رابحه هي اللي راهي غلبت مثلا نقولوا دو بارون واحد لا مامون شعرها اورانج لو بابا شعره نوار لي بيبي يخرجوا زعما نقولوا عندهم ربعه لي بيبي ثلاثه منهم شعرهم اورانج وواحد منهم شعره مارون شكون اللي راهي غالبه سي لا كولور اورانج دونك 75% دونك السياده الكامله تري بيان دونك بالكسور راح تلقاوها 3 على 4 وهذا 1 على 4 بينما لا كو دومينونس ودوك تفهموها في لابليكاسيون راح تفهموا خير دونك ما تخافوش دوكا الا ما فهمتوش خاوتي نورمال اوكي باغ كونتر في لا كو دومينونس راح تلقاو الصفتين غالبتين معناها 50% 50% معناها نعاود نولوا للمثال دوكا تاع لي شوفو اورانج اي لي شوفو نوار راح تلقاو زوج دراري شعرهم تيني زوج دراري شعرهم نوار اوكي Très bien. On va commencer avec le cas de la dominance complète. Tabou maya. Hna rahna nhadrou ala la première loi de Mendel. Donc rahna nhadrou ala tajrouba loula de Mendel li darha. Mendel wach rah jab? Rah jab li petit pois, ma'naha ljilbana. Hna nqoulha bildarja ljilbana, yani hadouk lhabat khdour. OK? Jab li petit pois Mendel. Jab تاع دو بلونت مختلفين يعني جاب دو بلونت اللي يمدونا لي بوتي بوا بصح كل بلونت كيفاش جايه معناها جاب الاولى بون نقسم لا فوي تري بيان دونك
جاب الاولى خاوتي اللي تمد لي دي بتي بوا ليس يعني تعطيني جلبانه ملساء باغ كونطخ النبته الدوزيام تمد لي جلبانه غيده يعني مجعده وكشغل محببه هكا ماشي ليس الحبه جلبانه تري بيان زاوج بين هذه لا مامون مثلا وهذا لو بابا زاوج بين هاد النبتتين الى في ان كروازمون انتر لي دو اي اون ا اوبتينو اسمعوا معايا واش راح نتحصلوا على لا جينيراسيون اف 1 لا جينيراسيون اف 1 هي تو سامبلومون كيفاش نقولوا بالعربيه اتومبي الجيل الاول فوالا اف 1 سي الجيل الاول الو خاوتي شوفوا واش تحصل تحصل على الجيل الاول 100% ليس تسمى خاوتي تحصل على جينيراسيون جيل ولادهم كامل خرجوا ليس صفة الدوزيام كي صرا لها ما كاشها شوفوا خاوتي دائما 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 نعطيكم اول حاجه دوك انتما كي راكو تشوفوا هكذايا في التجربه راح يقولوا لكم انتربريتي اناليزي معناها ديروا التحليل تاع واش راكو تشوفوا وترجموه ثاني دونك خاوتي اول حاجه نقولوها لهم في الانتربريتاسيون نقول لهم باللي اون رمارك معناتها رانا نرماركيو كون اتيدي لا ترانسميسيون دان سول كاركتر معناها رانا نلاحظوا باللي رانا نقراو انتقال صفه واحده ما رانيش نقرا لا طاي مثلا وزيد لا لاسبي اسكو ليس ولا غيدي راني نقرا على الشكل تاعهم برك ليس ولا غيدي تسمى راني نقرا على صفه واحده مانيش نقرا على لا طاي وعلى مثلا شوفوا لو كان جاب لنا اللون وزائد لاسبي تما صفتين اي كان جاب لنا لا طاي زائد لاسبي تما صفتين الا لا طاي وحدها صفه وحدها الا اللون وحده صفه وحده الا دوكا لاسبي راهو وحده دونك صفه واحده دونك on étudie بلا ما نكتب كلش لا ترانسميسيون d'un seul caractère يعني نقرا انتقال صفه واحده فقط خاوتي دونك وشنو هذا واش سميناه مونو هيبريديزم برافو تاني حاجه واش نرماركيو نقدروا نقولوا باللي عندنا دو كاركتر اوكي يعني عندنا صفتين ماشي كيف كيف الوغ اتوندي دقيقه تري بيان تاني حاجه يقدروا يطلبوها منكم خوتي يقولوا لكم مثلوا لي الصفات المحموله عفوا على لي جان اللي كاينين قولوا لي اميره زربتي في الهضره ما فهمناش الوغ راح نقول لكم بلي هنايا عندنا صفتين كل صفه راهي محموله على مورثه معينه وحنايا دوكا لازم نمثلوا لهم دونك عندنا لو جان الاول المورثه الاولى لو بروميير جان اون فالي اكريغ بون نقدروا نقولوا لو جان اتوندي دقيقه ندير لكم تعبير افضل كاين حاجه سبقتها خاوتي يفالي افون دو بارلي ا بروبو دي جان شوفوا معايا واش راكو تروماركي لا جينيراسيون اف 1 نوصفوها شويه اسكو راكو تشوفوا فيها متجانسه ولا غير متجانسه ريفليشيسي ليس مع غيدي رات لي 100% ليس دونك سي متجانسه تري بيان دونك نقولوا خاوتي اول حاجه مور ما كتبنا لا اون اتيدي لا ترانسميسيون دان سول كاركتير اي ساجي دا مونو هيبريديزم بون نساو لي هذه من بعد نولي ليها نقولوا باللي اون رمارك que la génération F1 est 100% homogène. معناها 100% متجانسة. Très bien. عندنا هنا صفتين. بون نقدر نقول اون ايتيدي لا ترانسميسيون دو دو كاركتر ولا نقدر نقول اون اتوندي دقيقه تري بيان
très bien. قلت لكم خاوتي دوكا عندنا صفتين تما نقراو على دو جين، كل نبته راهي تهضر على لو جين تاعها. دونك نقولوا اونا، باردون يا دي تخربيشات خربشتهم، اونا دو جين، هذه حاجه كي بورت دو كاركتير، راهم حاملين صفتين مختلفتين ديفيرون. عندنا لو جين ريسبونسابل دو لاسبي ليس، يعني اللي راه يهضر على لاسبي ليس، ونرمزوا له ب ال ماجيسكول ونزيدوا له زائد، تما هذا هو كي دومينون. زتاني زت كتبت كي دومينون يعني هو السائد. وعندنا تاني سي لو جين ريسبونسابل دو لاسبيريدي، ونرمز له خاوتي فوالا لو جين ريسبونسابل دو لاسبيريدي، نرمز له ب ار مينيسكول ونقول كي ريسيسيف. تري بيان، هضرت على لا ترانسميسيون تاع ان سول كاركتير مونو هيبريديز، هضرت بلي لا جينيراسيون راهي اوموجين، هضرت بلي كاين دو جين وكل جين راهو حامل لصفه مختلفه، كاين لي ترمزت له ب ال ماجيسكول وزدت له بلس وبينت بلي هو لي دومينون، وكاين الثاني لو جين الدوزيام سي لاسبيريدي ورمزت له ب ار مينيسكول كي ريسيسيف. تري بيان، دوكا واش نقدر نزيد خاوتي؟ عندكم قاعده الاولى اللي راح تتعلموها في لا بروميير لوا دو ماندل. تري بيان، دونك لا بروميير لوا دو ماندل خاوتي، ماندل واش يقول لي؟ يقول لي دائما الا تحس الا شفتو 100%، شوفوا غير تشوفوا 100% عرفوا بلي لا بروميير لوا دو ماندل راهي فيريفيي. الو قلت لكم خاوتي شوفوا عندكم استوس، غير تشوفوا 100% جينيرالمون تلقاوها في لا جينيراسيون اف 1، يعني غير تلقاو الجيل الاول خرج بنسبه 100% واش تروحوا تقولوا عندكم جمله لا بروميير لوا دو ماندل اي فيريفي لي دو بارون sont de souche pure. واش معناها هاد الجمله خاوتي؟ معناها شتو دوكا دوك نوري لكم في التمثيل، شتو حنا قلت لكم باللي كل واحد فينا عنده آليلين، معناها آليل جابو من الاب وآليل جابو من الام. دونك هذه النبته الاولى ياك، هذه سي لا بروميير وهذه سي دوزيام، هذه سي لي راهي ليس وهذه لي راهي غيدي، هادوما لي زوجناهم مقبل. الو خاوتي عندكم حاجه، راح تلقاو كي تكون لا بروميير لوا دو ماندل فيريفي كي يخرجوا لكم 100% معناها لي كانت ليس الاليلين في زوج تاعها ليس، معناها كي باباها كي يماها، دونك اوموزيغوت يا خي، تسمى لي دو زاليل سون ليس، على هذه نقول عليها هي فرد نقي. اوكي، والدوزيام النبته اللي كانت غيدي كيف كيف الاليلين تاعها في زوج نقيين، يعني في زوج غيدي. ايبا كي نزوجوا زوج خاوتي يكونوا افراد نقيه يعطوني جينيراسيون اف 1 فوالا، يعطوني جينيراسيون اف 1 يا اما تكون 100% ليس يا اما تكون 100% غيدي. شتو الاحتمال انه تحصلنا على 100% ليس؟ نفس الاحتمال كان قادر نتحصلوا على 100% غيدي، برك على حساب التجربه وعلى حساب واش عطاونا هما. علاش؟ باسكو الاب فرد نقي والام فرد نقي ياك. وقتاش يكونوا افراد ماشي نقيه؟ معناها مثلا الام هاديه اللي غيدي زعما سي الام، يكون اليل غيدي واليل ليس، دونك هنا تكون فرد ماشي نقي، دونك الاحتمالات ما يخرجوناش 100%، يخرجوا لنا نسب مختلفه. بصح غير تشوفوا 100% تعرفوا باللي في زوج افراد نقيه، معناتها هذه اللي غيدي الاليلين تاعها في زوج غيدي واللي ليس الاليلين تاعها في زوج ليس. دونك نقولوا لو فيك شفنا 100% لا بروميير لوا دو ماندل اي فيريفيي لي دو بارون سون دو سوش بور. دوكا عندنا حاجه يطلبوها منا سي لانتربريتاسيون كروموزوميك، معناها نترجموا لهم هذا الشيء بصح بالكروموزومات ياك، تبعوا معايا باسكو سي فاسيل. عندكم اول حاجه تكتبوا لو كروازمون اللي راح تهضروا عليه، مثلا احنا دوكا رانا درنا غير تزوج واحد، يعني واحد فقط سي لو كروازمون نيميرو 1 ياك، هذه حاجه. دوكا نبداو نوصفوا الاباء، نوصفوا الجينوتيب تاعهم، نوصفوا الفينوتيب تاعهم، نوصفوا لي غامات تاعهم. دونك تبعوا معايا بسم الله. اول حاجه نكتبوها سي الفينوتيب،
معناها النمط الظاهري تاع كل واحد فيهم. هنا نكتبوا واش مثلنا مقبل. شوفوا معايا لي كان سائد رمزنا له بال ماجيسكول وزدنا له الزائد، زوجناه مع شكون؟ مع واحد غيدي ورمزنا له بار مينيسكول. دونك الفينوتيب سي ال ماجيسكول باردون سي فلو ابارامون très bien. دونك الفينوتيب نرمزوا على لي جين اللي رمزنا لهم قبل، مثلا ال ماجيسكول وبوزيتيف والار مينيسكول وما درنالوش الزائد، تما هذايا سي تو سامبلومون مو هذا متنحي وهذا سائد. باردون على بالكم راني نرماركي كو لا كاميرا هي تولي فلو ابري تتسقم، جو نسي با بوركوا. اتوندي هكا نورمالمون راكو تشوفوا واش كتبت. très bien نكملوا. دونك تاني حاجة دوكا خاوتي سي تو سامبلومون مور ما كتبنا الفينوتيب نكتبو الجينوتيب، معناها النمط الوراثي. سما كتبنا النمط الظاهري دوكا نكتبو النمط الوراثي. جينوتيب خاوتي كيفاش نرمزولو؟ نرمزولو بالآليلات. معناها شوفو هذا بالنسبة للأب الأول وهذا سي دوزيام بارون، معناها هدايا يا اخي. حنا قلنا دوكا بلي لي دو بارون لو في يخرجوا لي 100% تسمى افراد نقيه. دونك هذا خاوتي نرمز للاليله نتاعو بال بوزيتيف، يعني منا ليس ومنا ليس. وهذا نرمز للاليله نتاعو بار مينيسكول. دونك هذا الجين الاول وهذا سي لو جين دوزيام، هادو سي جينوتيب وندير فيه بيناتهم بلي زوجت بيناتهم. ثالث حاجه خاوتي سي لي غاميت، وشنو هما الامشاج اللي نقدر نتحصل عليهم؟ هذا يا الاول يا اما يعطيني الاليل الاول يا اما الثاني، كيف كيف. تسمى ندير خط واحد وال بوزيتيف باسكو في زوج راهم ال بوزيتيف. الدوزيام يا اما يعطيني الاغ الاول ولا الاغ الثاني، سا فيدير سي كيف كيف يعطيني اغ مينيسكول. الو خاوتي ندير دو فلاش هكا لتحت فوالا بلي راح تصرا لا فيكونداسيون بين هاد المشيجين. بون هاي لي فيكو فيكونداسيون. واش راح نتحصل؟ راح نتحصل على خاوتي ان جين لي فيه زوج أليلين، بصح هاد الجينيراسيون راح تخرج كاع هكذا. بصح شوفوا النمط الوراثي تاعها كيفاش. الاليل الاول سي ال، دائما اللي يكون ظهر لي في النمط الظاهري هو اللي نديروه من الفوق باسكو انا نكون عندي النتائج قبل ما ندير هاد التحليل. يا اخي شفنا النتائج مقبل كيف كيف. دونك ال بوزيتيف هو من الفوق والاغ هو من تحت. دونك نقول 100% كاع يخرجوا لي هكذايا، معناها هذا النمط الوراثي تاع جينيراسيون اللي تحصلت عليها. سي تو خاوتي هذا ما كان. اوكي نزيدو برك جمله نقولو اون رمارك تقدروا تزيدوها que les résultats par exemple théoriques et les résultats expérimentaux يعني هادو ما تطبيقيا واللي شفناهم الاولين اللي عطاوهم لنا في عباره عن comment dire attendez باختصار خاوتي نقولوا لهم باللي النتائج اللي تحصلنا عليهم واللي شفناهم في النهايه مور ما درنا التطبيق هدايا لقينا صح جينيراسيون خرجت لي كاع 100% متجانسه. بصح شوفوا خرجت ليس، بصح اشفوا باللي عندها الكاركتر غيدي. شوفوا راهي كاينه وراح تشوفوها في التزاوج الدوزيام. دونك لي ريزولتا اكسبيريمونطو 100% وتيوريك 100%. دونك اي سون كيف كيف فوالا. J'espère que vous avez la première partie. Vous pouvez prendre une petite pause. On passe à la deuxième partie. Bismillah. Donc, toujours, le hal ta tmarin ma ykounch fi la partie loula. La partie loula généralement tkoun kif kif. Yatoulkom loi de Mendel vérifier 100% et tout. Donc, généralement, le F2, yani la génération F2 li rah ntahsal aliha hiya le hal. OK? Donc, hna had le hala li rah nqrawha c'est la dominance complète. السيادة الكاملة. وهذه خاوتي راح تشفاولي على 75% و25% قلتها لكم مقبلات.
Très bien. شوفوا qu'est-ce qu'on va faire. Alors, من دال هدايا راح خدا وحدة من جينيراسيون F1 يعني وحدة من نباتات تاع جينيراسيون F1 اللي خرجونا يخيليس. Très bien. ومع من زوجها خوتي زوجها مع F1 واحد اخرى يعني زوجها مع F1 كما هي يعني حكم زوج من جينيراسيون F1 وزوجهم مع بعضهم إيبان شوفوا هنا واش تحصل أول شيء راح تحصل على جينيراسيون F2 بصح شوفوا خوتي لا جينيراسيون F2 اللي تحصل عليها كيفاش تحصل الو قالوا لنا بلي تحصل على 5500 و 74 نورمالمون الوغ اون فافير 5570 مع 1900 دونك خاوتي تحصل على 5570 دي بلونت ا غرين ليس و 1900 دي بلونت ا غرين ريدي معناها دوكا تحصل على زوج نسب نسبه تاع النباتات اللي تعطيني دي بلونت ليس والنسبه تاع اللي تعطيني غيدي ماشي كيما الاولى تحصلنا عليهم 100% كاع كيف كيف شوفوا معايا واش راكم تروماركيو ماشي النسبه الاولى كبيره بزاف والنسبه الدوزيام صغيره بزاف الو لا بروميير استوس اللي نعطيها لكم حولوا النسب حولوا الارقام الى نسب دائما كيفاش تحولوا الارقام الى نسب سهله تحكموا مثلا النسبه الرقم الاول 5570 ياك ومن بعد تقسموه على 5570 يعني على نفسه زائد 1900 زائد الرقم الثاني المجموع تضربوه في 100 ونشوفوا شحال تخرج لنا النسبه اتوندي النسبه خاوتي حوالي لو كان تحسبوها تلقاوها 74.6 دونك حوالي 75% نفس الشيء نحسب الرقم الدوزيام سيتي كوا الوغ اتوندي دقيقه اون برون 1900 نقسموها على 5570 زائد 1900 المجموع نضربو في 100 كي راح نحسبها بلا ما نحسبها راح تخرج لي ابوبري 25% غير تشوفوا 75 و 25% مور ما تحسبوا مور ما تحسبوا باردون سي لو كا دو لا دومينونس كومبليت شوفوا معايا كومون اون فا تريتي دونك يا الله يا كريم نبداو لاناليز نبداو نديرو التحليل ومن بعد نترجمو لانتربريتاسيون الوغ لاناليز جينيراسيون خاوتي راكو تشوفوا فيها هوموجين اللي خرجت لنا لا يا اخي هيتيروجين دونك قبل ما نهضروا على لا جينيراسيون نقولوا الجمله الشهيره الاولى اون اتيدي لا ترانسميسيون دان سول كاركتر رانا نقراو انتقال صفه واحده كي مثلا لاسبي توجور دي بوتي بوا يعني البنيه ولا الشكل تاع لي بوتي بوا دونك مونو ايبريديز هذه حاجه الدوزيام خاوتي تقولوا لهم باللي جينيراسيون ولا لا جينيراسيون اف 2 هي اون جينيراسيون هيتيروجين معناها غير متجانسه دونك تقولوا لهم ثاني لا بروميير لوا دو ماندل n'est pas vérifié ماهيش محققه ما خرجتليش نسبه 100% دونك لي بارون ne sont pas de souche pure هنا ننفيو ونقولوا ne sont pas de souche pure سمحوا لي خاوتي راهي اذن نحبس ابري نولي دونك سي بون خاوتي رانا هضرنا واش كاين واش ماكاش دوكا اون باس على انتربريتاسيون كروموزوميك يعني دوكا خاوتي نروحو نهضروا على الترجمه بصح بلي كروموزوم كيما درنا مقبل دونك اول حاجه نهضروا على لو كروازمون استكو سي لو برومي او بيان لو دوزيام باردون فوالا دونك لو كروازمون سي لو نيميرو 2 دونك عندنا اول حاجه نكتبوها سي الفينوتيب
موراها عندنا جينوتيب، موراها عندنا غاميت، موراها عندنا فيكونداسيون، موراها جينيراسيون اف 1 اللي نتحصلوا عليها. دونك الفينوتيب هادو تاعهم في زوج ليس، دونك ال اي ال، باسكو اف 1 مع اف 1 تري بيان. جينوتيب شفناه مقبله في الاول، يا اخي شفنا الجينوتيب تاعهم كيفاش كانوا، ال من الفوقه و ار من تحتها. دونك قلت لكم باللي كانوا افراد هجينه، شفناه في الكروازمون الاول ال اي ار. لي غاميت خاوتي، الامشاج اللي راح نتحصل عليها، راح نتحصل على اربعه، معناها الاول البارون الاول يا اما يعطيني ال اي يقدر يعطيني ار فاصله، البارون دوزيام يقدر يعطيني ال ويقدر يعطيني ار. خاوتي كي يكونوا عندنا متعدد احتمالات متعدده، هنايا يفو فيغ ان تابلو، اوكي ان تابلو دو كروازمون. دونك شوفوا معايا لو تابلو هذا، نرسمه هنايا. لو تابلو راح تو سامبلومون نقسمو هكذاك، زوج خانات منا زوج خانات منا، زوج خانات لي منا نبدا مثلا بلي دو غامات الاولين تاع الاب الاول، ولا لي دو غامات دوزيام، هادو الاولين هادو الدوزيام. شوفوا لي دو غامات تاع الاول نكتبهم هنايا، مثلا هنايا ال وهنايا اخ، لي دو غامات الدوزيام هنايا ال هنايا اخ. تري بيان. دونك هنا كاسكو جو في فيغ خاوتي، راح نبدا نزاوج بيناتهم ال اي ال راح يعطيني ال، ال اي ار راح يعطيني ال. خاوتي النمط الظاهري اللي يكون فوغ، يعني اللي يكون سائد، اللي ظهر لي السائد في 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 الكروازمون الاول، دائما نكتبه من الفوق. دونك ال من الفوق و ار من التحت، باسكو ال اي ار. دوزيام ار اي ال كيف كيف، ال نكتبه من الفوق والار من التحت، باسكو ال هو اللي سائد. والاخر ار اي ار، دونك ار من الفوق و ار من التحت. احسبوا معايا خاوتي شحال خرجوا لنا، اتوندي دقيقه اون شونج دو كولور. تري بيان. دونك شوفوا خاوتي الحاله الاولى خرجت لي 100% ال، دوزيام ال اي ار، بصح شكون يغلب اللي يكون من الفوق سي ال. الصفه الثالثه ال اي ار اللي يغلب اللي راه من الفوق سي ال، والكاتريام سي ار اي ار، دونك سي ار. خاوتي ماشي خرجوا لي 3 على 4 ال، 1 على 4 اخ، تسمى ماشي 75% ال ووحده اغ اللي هي نسبه 25%. تري بيان. دونك هنايا خاوتي اتوندي دقيقه، فيكونداسيون ما نكتبوش باسكو سي بون كتبناها في لو تابلو. اون فا فير نكتبو تو سامبلومون لا جينيراسيون اف 1 تحصلت على 3 على 4 ال، وتحصلت على واحد على أربعة اخ. وهذه خوتي نسميها لا دومينانس كومبليت. سي بون الحمد لله كملنا لا بروميير بارتي. جاتون افيك امباسيونس دو لير لي كومونتير تاعكم، قولوا لي اسكو فوز افي كومبري. اللي زربت لهم شويه ولا ما فهمونيش عاودوا لا فيديو شويه شويه راح تفهموا. ما تنساونيش من صالح الدعاء تاعكم، صحه فطوركم.